I would believe if I were in his shoes, I would step down. However, it's not, if I was in his position, I would, if it was me, I would step down and make sure whoever comes behind me has the ability to change the status quo that we're seeing. أول زعيم عربي يطالب أسد بالتنحي. كان الموقف الجديد مفاجئاً كونه صدر عن ملك الأردن بالتحديد، فقبل أشهر عدة كان الحديث مختلفاً تماماً. I think Bashar needs to reach out to the people and get people around the table. وقتها كان أسد محاصراً من كل جانب. التظاهرات السلمية تعم المحافظات. دول العالم ترميه بتصريحات فقدان الشرعية وأن أيامه معدودة. That the only way to bring stability and peace to Syria is going to be for Assad to step down and to move forward on a political transition. الانشقاقة تتوالى في صفوف ميليشياته والعالم يترقب. You exert violence on your own people. It's never going to end well. And so, as far as I'm concerned, yes, there will be an expiration date. But again, it is almost impossible for anybody to predict whether that is 6 weeks, 6 months, or 6 years. كثيرون رأوا في هذه التصريحات مؤشراً لنهاية العلاقات بين الأردن ونظام أسد. لكن ورغم طرد أسد من الجامعة العربية، رفض الأردن سحب السفير من دمشق كما فعلت دول عديدة، ليكتفي لاحقاً بطرد سفير أسد لأسباب تتعلق بالأخير نفسه وليس بالنظام. أما بشار فرد على دعوات ملك الأردن بهذه الطريقة. توالى العنف وتوالت معه الانشقاقات ليتم الإعلان عام 2012 عن تأسيس نواة عسكرية للثورة والانضمام إلى الجيش السوري الحر لتشكيل جيش وطني قادر على حماية الثورة وحماية كافة مكونات المجتمع السوري بكافة طوائفه، ليبدأ بعدها مسلسل انتزاع الأرض بالقوة من قبضة النظام. شكلت تلك التصريحات بداية لدور أردني أكبر في الملف السوري. في النصف الثاني من عام 2013 نشأ ما يعرف بالموك على الأراضي الأردنية، وهو غرفة عمليات عسكرية مقرها عمان، تقدم الدعم لفصائل المناطق الجنوبية بشروط، أولها عدم المساس بأمن إسرائيل، الالتزام بما يصدر عن الغرفة، ومعاقبة غير الملتزمين. If Libya is the new Syria, just much closer to the continent. غرفة عمليات الموك وضعت خطوطاً حمراء على بعض المناطق، ما أوقف تقدم فصائل المعارضة، وتحولت الجبهة الجنوبية من معركة بين الفصائل والنظام إلى معركة بين الفصائل والفصائل. رغم ذلك حققت الفصائل انتصارات كبيرة، أهمها كان في نيسان عام 2015 عندما سيطرت على معبر نصيب الحدود. لقد تم اليوم بحمد الله تعالى تحرير معبر نصيب الحدودي. بعدها بأشهر وبالتحديد في 30 من سبتمبر عام 2015 تدخل روسيا بكل قوتها العسكرية، ليعترف ناصر جودة وزير الخارجية الأردني آنذاك بوجود قوات تنسيق عميقة بين الأردن وروسيا في سوريا. بعد أقل من عامين تقطع غرفة عمليات الموك دعمها عن فصائل الجنوب، ليتوج ذلك بتسليم درعا للنظام عبر تسويات مع الروس. تمت المهمة إذن. نتمنى لسوريا كل الخير، وإن شاء الله الشغل راح يرجع زي قبل. كان ذلك في منتصف عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ترك ترامب البيت الأبيض لخليفته جو بايدن، فكان الملك الأردني أول زعيم عربي يزوره. خلال زيارته لواشنطن يجري لقاء مع عدوة ترامب الإعلامية محطة CNN، وهكذا كانت نبرة حديثه عن بشار ونظامه. So again, as I said, the regime is there to stay. None of us are talking to each other on what should be a narrative or a dialogue. فإلى أي حد سيصل الغزل الأردني بنظام أسد؟ وهل بات الملك عبد الله الثاني رجل بايدن المفضل في المنطقة؟ وهل الموقف الأردني الجديد اجتهاد شخصي أم تكليف بدور جديد؟ I have to say this for their fighting ability.
and you are a great warrior. And we appreciate it. Thank you.